السلام عليكم. أحب أشكر القائمين على المؤتمر واللجنة، رئيس اللجنة والمقرر المحترمين. بحثنا أشكال التأثير على التراث الروماني التاريخي مدينة النجف استخلص إمتاز النسيج التراث الروماني والمدينة الإسلامية القديمة بأهميته الكبيرة، حيث يمثل الهوية وخصوصية المدينة الإسلامية وتمثل خصائصها وسماتها جزء من الموروث الحضاري والثقافي المجتمع. المدن الإسلامية توسعت مراحل مختلفة، فصارت تماثل بين التراث والعناصر نسيج التراث المعاصر، فقامت تتغير النسيج، قام يتغير شوية شوية أثر تغيير بالتكنولوجيا بالتطورات اللي صارت. مفهوم التراث العماني، التراث العماني هو صور معبر عن التنوع الثقافي والحضاري للتجمعات السكانية بالعالم، وهو النتاج للتراكم الزمني على مدى العصور. أهمية التراث، التراث هو تلك الجذور ذات الطابع المعنوي والمادي الذي منه تنقلب الشعوب لتتطور وتتنافس في مضمار الحضارات، فالشعوب تقاس على حقها الحضاري وما أنجزته للعالم. هاي الخريطة هي الخريطة العام بها المواقع الأثرية المسجلة باليونسكو. عادة الدول تتسارع حتى تسجل مواقعها وآثارها باليونسكو. عادة التراث العماني يعني يتقسم إلى أربع عناصر. أول شيء البيئة المكانية الشاملة، كتجمع عماني أو مدينة عامرة أو تكون مهجورة، مثل هذه الصورة مال مدينة فينيسيا. الثاني هو موقع شامل يكتب عن مجموعة مباني وحيزات وممرات، مثل هاي الموقع مدينة أصفهان. الثالث هو موضع محدد كمكان يكون مبنى أو أكثر في تشكيل له علاقة بصرية معينة، مثل هذه بالإمارات. الرابع قد يكون قائم يعني مبنى معين قائم بمفرده، صورة خان الشيلان كمثال. التراث الزمني، التراث مدينة النجف، أنا اختصرت الإطار النظري وراح أطبقه بالعملي. عادة التراث ينقسم تراث ثقافي وتراث مادي. التراث الثقافي هو يجي من الخزينة الثقافي الفكري للمدينة. عادة النجف صار فيها مزيج من الحضارات والثقافات بسبب الوافدين إليها، باعتبارها كانت مدينة أو كانت وما زالت مدينة حزوية، يجونها هواي طلاب من بقاع العالم، فصار فيها امتزاج الثقافات. هذا بالنسبة للتراث الثقافي. بالنسبة للتراث المادي هي مثلا الأبنية والمشاهد التاريخية، المباني التراثية والأزقة والحضارات اللي بيها، الاستدامة في المباني التراثية النجفية. قبل شوية كان البحث مال الدكتور أو داخل الدكتور على الاستدامة الموجودة بمدننا، مثلا كانت الأزقة والفضاءات شلون كان معتمدة على تخلل الطبق بين الفضاء اللي هو السفلى الفضوي وبين الزقاق الطيب، كأنه هذا يصير يعني شمس فيتعرض لدرجة حرارة عالية، راح شوية والزقاق ما يتعرض لدرجة حرارة راح يصير في انطلاع، يصير في درجة حرارة أقل، راح يصير تخلل ضغط الهواء بين الفضاء وبين الفضوة اللي يسوي التيار الهواء داخل المدينة. هاي بالنسبة على مستوى المدينة. على مستوى البيت الواحد هم نفس الشيء، أكو الحوش اللي يتعرض لأشعة الشمس وأكو الغرف اللي ما توصل لأشعة الشمس، راح تصير درجة الحرارة منخفضة وناشفة عالية، راح تصير تخلل ضغط الهواء ويصير تيار هواء على مستوى الوحدة السكنية وعلى مستوى النسيج كله. بالإضافة إلى التفاصيل المعمارية الدقيقة اللي موجودة بالشبابيك بالجدران بالأبواب، كذلك الأبنية الموجودة، الأبنية التراثية الدينية كالمعتقد الإمام علي ومسجد الكوفة ومعتقد النبي هود وصالح وغيرها. مميزات مدينة النجف، تمتاز مدينة النجف بنسيج متداخل كثيف متلاحم ممتاز لكونها أقل عرضة لأشعة الشمس مثل ما هسه حكيت، وتقليل بالطاقة الحرارية هذا يؤدي يعني إلى احتفاظ درجة الحرارة على مستوى المدينة، وكذلك وجود الفضاءات بين البيوت واللي عادة هي الفضاء تصير فيها الفعاليات الاجتماعية، تصير اللي هو أحسن أن نقول مركز المجاورة السكنية أو مركز المحلة السكنية، كان فيها الفضاء هي تكون المركز مال المجاورة السكنية أو المحلة السكنية. كذلك هي المباني تمتاز بانفتاح الداخل اللي هو الحوش. كذلك السراديب ذات الأعماق توفر بيئة باردة بالصيف ودافئة بالشتاء. مواد البناء المستخدمة كالطابوق والمواد العازلة مثل عادة تستخدم السطوح الفرشي.
والتفاصيل المعماريه اللي بالشناشير وفي الحاره التهويه والاناره. زين هسه تاثير التكنولوجيا على على او هن عناصر التاثير على التراث العماني. اول تاثير هو تاثير التكنولوجيا على النسيج التراثي. اول شيء هو ظهور الابنيه المتعدده الطوابق، هذا ادى الى عدد صار من جديد قدام المباني تصير اربع طوابق وخمس طوابق وست طوابق وبصف يعني بيت طابق واحد او طابق يعني. هذا ادى الى المشهد الحضري مال المدينه بدا يتخلخل. الشغله الثانيه هي استخدام مواد البناء الحديثه. هاي هذا اللي يكون والشيء بدا يشوه المدينه مثل ما تشوفون هاي الصوره شارع الطوسي في مباني صفة مباني تاريخية هو جاي يقومون بلون أخضر يعني ما متناسق ويا المباني الأثرية الموجودة. الشغلة الثانية اللي هي التصاميم اللي موجودة اللي بدأت تظهر مخالفة للتصاميم عادة الموجودة بالمدن التاريخية اللي فيها الشناشيل وبها العناصر المعمارية المميزة للمدينة. مثل هاي الصورة اللي بدأت الشوارع بشكل الشوارع قبل ما كانت مدينة قديمة بهالشكل كانت ما بها شوارع. بدأت بازدياد التكنولوجيا صار يحتاجون وسائل نقل صارت سيارات بدأوا شكل الشوارع. بدأت إقامة مشاريع جديدة صار هاي المنطقة اللي هي هسه صار ساحة فاطمة كان هاي كلها ضمن محلة العمارة كان فيها يعني بيوت اثريه، كان فيها مكتبات اثريه، كان فيها مرابط، كان مكتب جواهري فيها، كان فيها مكتب الجواهري، مكتب الجزائري، هم مكاتب وكلها قصة النظام السابق وصار فنادق بعدين رجعت فلش صارت هسه صحن الفاطمه. اكو مشكلات تتعلق بالعامل البشري انه ناس بدات تهاجر المنطقه القديمه، قام احنا نزلنا مسوحات المدينه القديمه قالوا احنا بعد يوم يحاربونا مثلا نريد ندخل شيء للمدينه القديمه يكون الا عربانه بعد الا تفتيش الا مثلا وبوقت محدد نبدا نفوت ونطلع الاغراض مثلا اذا نجيب حاجه للبيت. فبدت الناس تهجر يعني تعرف السكان الاصليين بداوا يتركون البيوت. هنا بدا هنا نفس الشيء مو تركوهم فصار شنو صار مثلا يجون عمال يشتغلون بمكان معين فندق او مكان معين فاجروها فقاموا تغير استعمال البيت. فهنا صار محل تجاره محلات. فقط هنا سوء الاستخدام والأمور مع الموارد التراثية. هنا هذا البيت منذر شربة بالبراد دخلنا له لقينا هو محاولين كأنه فندق. هاي حمامات على هذا الجدار اللي تشوفه بطراز حلو مبنى تراثي وواجهته من هالجهة هم بأحمد وكذا فمحاولين إلى حمامات فشوف هذا الجدار كله. وقال شنو دين اجهزه التبريد بداوا يدقوها للحائط. هو الحائط عاده يعني هو مو متهرب وبدا يشدون عليه هاي مثل ما تشوفون مال السوالف وكذلك اللوحات العنانيه اللي بدات تشوه هذا المباني التراثيه. وقا شنو النفايات مو ذن يصان تركوها مثل ما قلنا فصارت خريبات فقاموا يجون يقومون بها نفايات وماكو الاجهزه التنفيذيه مشيت بهن ف تقريبا خلص. شكرا جزيلا للباحث، اتمنى لك الموفقيه.